يمكن واحدة من أسهل الحاجات في الدنيا إنك تقول إن بيتسو موسيماني عمل مباراة عظيمة جدا تكتيكية، والراجل قدر إن هو يكسب بلمحاته الفنية في الكرات الثابتة، دي حاجة ممتازة جدا وبتاكل مع الناس. بس أصعب حاجة لما تقول لهم إن الأهلي كان بيعك، وإن الأهلي في حاجات كتيرة جدا ماشية عكس بعض، وإن الأهلي كسب مباراة النهاردة لم يستحق إنه يكسبها، دي حاجة صعبة جدا، وهتلاقي كمية شتايم تحت غير طبيعية، وكمية ناس بيلعنوا سلسفيلك وسلسفيل جدودك لمجرد بس إنك قلت كده، اللي هو يا طب هل لو أنا قلت كده المباراة تتغير ولا هرجع للاتحاد السكندري ونقول له تعالى ده الكوره كانت ضربه مرمى ما كانتش كورنر؟ ما اعتقدش ان في حاجه تتغير. طب هل الكلام ده معناه ان جيرالدو واحد من احسن اللعيبه في الدوري المصري وانا بس اللي شايف ان هو سيء؟ هل كلامي عن مروان محسن ومدى ان هو بتلعب ماينس وبتلعب ناقص ده معناه مثلا ان انا حاقد على مروان محسن عشان الراجل هداف الدوري والفرقه اللي انا بشجعها ما فيهاش مهاجم زيه؟ انا بشجع النادي الاهلي، انا اكتر مشكله بالنسبه لي وجود مروان وجود جونيور اجاي وجود جيرالدو عندي في الفرقه. بطء غير طبيعي، اتنين اجانب، خساره ان انت تديهم بالعمله الصعبه، خساره ان دول يتقال عليهم اجانب، وموضوع علي وبجي تحديدا محتاج ان في ناس من النادي يتم التحقيق معاها عن ان ازاي راحت جابت لعيب زي ده ب 2 مليون دولار وفي الاخر بتدور على ان هي تعيره لنادي درجه ثانيه في فرنسا. محتاج ان احنا نتكلم في كل ده، بس طبعا كل ده استخبى وراء دوري ابطال افريقيا. فما ينفعش انك تقول ان موسيماني مباراه النهارده حسام حسن تكتيكيا قدر ان هو ياكله جوه الملعب بال 4 5 1 بتاع الكابتن حسام حسن، اللي هي 4 2 3 1. عمار حمدي عمل جيم ممتاز جدا. تقدر تقول ان ليه عمار ما جاش النادي الاهلي وانت خليتها احمد الشيخ فري؟ ليه ما تقولش مثلا ان انت مفترض نوعيه الاجانب اللي عندك يكونوا زي رزاق اساسي في المستوى المهارات، مش لازم رزاق لانه على قوه نادي الزمالك، بس فكره ان ده افريقي بجد. اتفرج على رزاق واتفرج على جيرالدو، رزاق حرفيا مرمى احمد هاني وياسر ابراهيم، رزاق عامل عليهم جيم ممتاز، رزاق دايما اخطر كور في الفرقه بتكون عنده هو. خالد قمر ماشي بيميل عليه، ماشي يا عمي، كل اللعيبه بتاع الاتحاد السكندري النهارده عملوا جيم دفاعي ممتاز، كل اللعيبه كانوا بيحاولوا ان هم يقفلوا مساحات على الاهلي علشان خاطر الاهلي ما ياخدش راحته، دي حاجه طبيعيه جدا، انت البطل وانت المفترض هتكون فعل وكل الناس بتحاول ان هي تقفل عليك، مفترض ان انت تلاقي الثغرات وتلاقي السرعه المناسبه اللي تخترق بيها الدفاعات. هل الاهلي عنده سرعه مناسبه في نص الملعب؟ ما اعتقدش، وشهاده محمد الكاريني نفسه اللي هو عند ناس كتيره جدا واحد من اكتر الناس الاهلاويه الموجودين في العالم العربي. عندنا بطء في نص الملعب، عندنا مشاكل دفاعيه، عندنا مشاكل على الاطراف هجوميا. طب في الفريق القوي اللي احنا بنتكلم عليه مهاجم سيء زي مروان، اتنين اجنحه غرباء جدا زي حسين الشحات النهارده اللي تقدر تقول ان هو لسه بيحاول يرجع مستواه، وكمان جيرالدو اللي هو محدش عارف لحد دلوقتي ليه جيرالدو موجود في النادي. محمد مجدي قفشه بيقدمش مباريات جيده نوعا ما، بس بيقدر ان هو ياخد اللقطه الاخيره وهي لقطه الاهداف. مباريات من المباريات اللي ما تستمتعش انك كسبتها. يعني انا بصراحه عذر كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم على كل اللي يطلعوا يتكلموا على التحكيم، لان كل ده حقيقي. ليه الحكم ما راحش شاف الكره بتاعه الترزاسي على الفار؟ ليه ما خدش هو القرار واستمع للفار مباشره وراح مرجعها لورا؟ اعتقد ان لو 0-0 كان راح شافها، انما لو 1-0 للاتحاد صعب ان هو يروح يشوفها. انا راجل اهلاوي بقول لك كده. مش مهم بالنسبه لك شتم ولا اي حد يقول اي حاجه، لان انا مش طالع قناه في يوتيوب علشان خاطر اطبل. انا مش جاي هنا علشان خاطر اقول لك اللي انت عايزه، وان الاهلي عمل جيم ممتاز، وان الاهلي عمل بلا 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 بلا. روح هتسمع الكلام ده في كذا حته، هتسمع ان اخطاء التحكيم بيتم الاستفاده منها، بس روح اسال برضه هل اخطاء التحكيم دي ينفع تحصل ضد الاهلي والزمالك؟ هيتقال لك ان انت في مصر. فكره ان احنا منافسه بقى والكلام ده اشتغلش بعض. مباراة الاهلي لعيبه سيئه، حسام حسن قدر يفرض عليك ايقاع الشوط الاول طلعك سلبي جدا، الشوط الثاني بعد ما بس لف الاول في الشوط الاول فاخترت ان انت غصب عنك تطلع تهاجم عشان خاطر بتدور على اي حاجه قبل المباراه ما تهرب. قدرت انك تجيب جون من كوره ثابته بشوط مجدي قفشه، غير كده مالكش اي خطوره. تقدر تقول مثلا صلاح محسن نوعا ما ما تعرفش انت ليه رجعته، هل الفرود الافريقي اللي جاي هيكون برده نفس ستامبت علي وباجي؟ طب هل مثلا جيرالدو احنا مجبرين نتحمله عشان مفيش حد هيشتريه؟ كل حاجه في الاهلي ماشيه بالحب، بس محدش يقدر يتكلم في اي حاجه، محدش يقدر يتكلم على بيتسو موسيماني وكل المدربين اللي هيتعاملوا مع بيتسو موسيماني جوه الملعب من مبدا اللي هو افريقيا بافريقيا. طب ما انا اولى وانا هقدر احرجه تكتيكيا. اعتبر كلامي هاري، اعتبر اي حاجه عشان خاطر انت رافض تصدق ان الاهلي النهارده كان بيعك، وان الاهلي النهارده كان عك خالص وضايعه خالص، وبرده اعتبر ان انا حاقد على جيرالدو، واعتبر ان انا حاقد على اجاييه اللي ما كانش موجود، واعتبر ان انا حاقد على مروان. العيب فيا انا مش فيهم هم، لعبوا مباراه عظيمه جدا وانا الراجل المفترق.